اوكي، هذا الفيديو راح نحكي عن اللكتشر الثاني مع الفيزيولوجي بالريسبيريتوري موديول. بهذا اللكتشر راح نحكي عن الميجر ريسبيريتوري ايفنت، البولمونري فنتيليشن، ميكانكس اوف بريثنج، بريشر تشينجز، ميكانكس اوف بريثنج، بريشر تشينجز ان ريسبيريتوري سايكل. الريسبيريشن الفانكشن الرئيسية مال التنفس انه تنطي اكسجين للتشوز مال جسمك حتى يقوم بفعاليته الحيوية اليومية وتاخذ منه الـ CO2. فهنا نقسم إلى قسمين، مثلا عندك internal expiration external expiration. internal أقصد internal respiration external respiration. internal respiration هو التبادل الغازي، التبادل الغازي بين الـ cells مال tissue والـ environment مالتها، بينما الـ external respiration هو التبادل الغازي ما بين الجسم ككل والـ external environment. اوكي، معناها الفرق بين internal external and internal يصير التبادل الغازي داخل الجسم والاكسترنال ما بين الجسم وخارج ال environment الخارجي او البيئة الخارجية. The processes of respiration can be divided into four major functional events. هذين الفانكشنال events ذني مهمات. اول شيء وهم اخذناه بذاك ذيك المحاضرة اتذكر، أول شيء عندك يصير pulmonary ventilation. pulmonary ventilation اللي هي التهوية نسميها، إنه دخول الهواء إلى الجسم أو خروجه، which means the inflow and outflow of air between the atmosphere and the lung alveoli. Okay, diffusion of O2 and CO2 between the alveoli and the blood. شلون ينتقل الأكسجين والCO2 ما بين الالفيولاي والدم والكابيلاريز المحيطة بالالفيولاي. Transport of O2 and CO2 in the blood and the body fluids to and from the cells. إنه شلون راح ينتقل الـ O2 و CO2 إلى الـ tissues خارج الـ lungs. Regulation of respiration، شلون أنت جاي تتحكم بالـ respiration مالتك. يعني الـ events اللي جاي تصير. Respiration. زين. أول شيء pulmonary ventilation. البولمونري فنتيليشن هم بي عدة أشياء جاي تصير. أول شيء ميكانيكس أوف بولمونري فنتيليشن. ميكانيكس أوف بولمونري فنتيليشن نقصد بها هذني الأشياء هسه راح نحكيهم. البولمونري فوليومز أند كاباسيتيز، يعني هو الأهل الشيء اسمه شلون شلون أكو عندك عدة فوليومز اللي هن نقصد بها التايدل والإنسبريتوري إلى آخره، هذني هم راح ناخذهم باللكتشر الرابع فخلوا بالكم. Minute respiratory volume, I mean lecture rabbit, alveolar ventilation, هذا lecture rabbit, I mean functions of the respiratory passages. هذني كلهن أشياء نأخذهم بالlecture rabbit. بهذا lecture راح نأخذ فقط الميكانيكس، مو بس هذا lecture، هذا lecture والورا راح نأخذ فقط الميكانيكس of pulmonary ventilation. أوكي، فهاي السلايد كلش مهم إذا تسجلونه يمكم، وكل ما تخلصون شيء تخلون عليه إكس أو تشخطونه يعني. فبهذا lecture راح نأخذ هذني. وهذا هو الورق، أنا أخذ يعني masses of respiration, the pressures, the compliance of the lungs, the surfactant, surface tension, collapse of the lungs, wake of breathing. أول شيء هسه أنا أخذ masses of respiration. Respiration, masses of respiration تنقسم إلى قسمين، masses of inspiration and masses of expiration. Normally من شخص relaxed يعني لما يتنفس راح فقط تتقلص العضلات مال الانسبريشن، ولما يعني يسوي زفير لما يطلع الهواء من جسمه ما راح تتقلص العضلات مال الانسبريشن، وانما فقط العضلات مال الانسبريشن راح يصير ريلاكسد، راح يرتخن. فارتخاء العضلات مال الانسبريشن هو اللي راح يطلع لك الهواء خارج جسمك. زين، then muscles of inspiration عندنا الدايجرام او الدايفرام والاكسترنال انتركوستلز والاكسسوري ماسلز. الاكسسوري ماسلز هذني ما راح يتقلصن الا during exercise or يعني فقط لما تدرب او عندك مرض معين. في الحالة الطبيعية فقط الدايفرام والاكسترنال انتركوستلز. الدايفرام تقلص مالته راح ينزل لي جوا، راح يخلي الدايفرام ينزل لي جوا، ومن ينزل لي جوا راح يضغط على الابدومينال كونتنت وراح يسحب وياه الاسترنوم وكل ال شو اسمه الكيج، كل القفص الصدري، ثلاثة كيج كله راح ينزل لي جوا.
هذا الشيء راح يخلي ال thoracic cage يسوي بي expansion، راح يتوسع، فراح ينطي مجال لللانجز انهم تتوسع وياه. ف it is important muscle of inspiration when it contracts it pulls the lower surfaces of the lungs downward as it becomes flattened it pushes down the abdominal contents thus it lengthen the chest cavity increasing the volume of the thoracic cavity. ضبط ما شرحتكم بالبداية، لأن أنه هو الأوريجين مالته عندك بالزيفويد مال الستيرنوم وأماكن ثانية من الثراسيك هيج، فراح يتقلص أكيد لأن هو شكله شكل السوانكل هو شكله الشكل. أوكي، فلما يتقلص راح يصير هيج فلاتند، فهذه المسافة كلها راح ينطي مجال للانكس إنه تتوسع. العضلات الثانية اللي مهمة بالإنسبيريشن هي الإكسترنال إنتركوستالز. إكسترنال إنتركوستالز، ثاني الإكسترنال إنتركوستالز مثل ما موضح بالصورة تقلصهم راح يخلي الأضلاع إنه تصعد لي فوق وأوتورد، تمام؟ عكس الإنترنال إنتركوستالز، مثل ما تشوفون الألياف شلون رايحة لي فوق، فراح يتقلصهم راح ياخذون الرب مالتهم لي فوق. راح يطلع عني لي برا، okay؟ من external فطلع عني لي برا. When they contract, ribs and sternum move upward and outward. Thus, they increase the anterior-posterior diameter of the chest. راح يزيد ال diameter of the chest، يعني يزيد ال volume of the chest، فبالتالي هم ينطي المجال لل larynx إنه يصير بين expansion. يعني أهم عضلتين بال respiration ككل. Inspiration خصوصاً. Accessory muscles هذين فقط من يصير عندك exercise or diseased conditions like bronchial asthma. لما أنت عندك أزمة فقط أو لما أنت يعني تسوي نشاط رياضي معين راح تحتاجه. Sternocleidomastoid muscles. Sternocleidomastoid مثل ما تذكرون أنه راح تشيل بالسternum فتقلصها راح يرفع. يرفع الـ thoracic cage إلى الأعلى فيوسع الـ thoracic cavity حتى اللانكس ينتهي مجال أنه تتوسع وياه. Anterior serrati يقصد الـ anterior serrati هو serratus anterior هذا هم يتقلص راح يوسع الـ thoracic cavity. Scaleni muscles which lift the first two ribs. هذا السكالني muscles راح يرفع أول two ribs فبالتالي راح يوسع ال thoracic cavity. Okay، هاي خلصنا muscles of inspiration. هاي صورة ما توضح لك inspiration إنه during شوف ال expiration تشوفون شلون صاير مثل ال U shape لكن معكوس. أقصد الـ U-shaped بالدايفرام صار مثل U-shaped. لما يتقلص راح يصير flattened أكثر، أوكي، فبالتالي راح يوسع الـ thoracic cavity. هاي بالنسبة للدايفرام. الشيء الثاني الـ external intercostals لما راح يشتغلن هم راح يوسع المسافة بين الـ two ribs، راح يخلينها تطلع outward، فراح يزيد الـ diameter، راح يزيد الـ vertical diameter والAP diameter. والintercostal muscles همين relaxed، ما لهن دائما relaxed أثناء ال inspiration، فقط بالexpiration راح يصيرن contracted. Inspiration تصير contracted فقط في يعني أماكن معينة أو في ظروف معينة. هذا هو الالفيلاي، ما أعرف ليش هذا كان هنا بالضبط. هنا دي شوفك إنه شلون ال blood vessels محاطة بالالفيلاي، فهذا يقول لك انه شلون المساحة السطحية المشتركة ما بين الالفيلاي والبلد تكون كل شيء هواي كبيرة. هذا الدايفرام هاي هنا بالاكسليشن، اوكي، فالاكسليشن تشوفون شلون انه الدايفرام ريلاكسد بالانهيليشن راح يصير ب flattened، يعني راح يصير ب contraction فراح يصير flattened،
فمسافة لل يعني بس إنه تتوسع. muscles of expression, muscles of expression يقول لك إنه إنه relaxation of inspiratory muscles thus the ribs and the sternum move downward and inward so the width of the chest diminishes when diagram or diaphragm relaxes it ascends thus diminishes the length of the chest. يقول لك إنه الشيء الرئيسي اللي جاي يصير بالإكسبريشن إنه الإنسبيراتوري ماسلز جاي يصير به ريلاكسيشن، ف جاي يرجع كل شيء وضعه الطبيعي، يرجع كل شيء وضعه الطبيعي راح يدي مسافة أو مساحة للانجز حتى يصير به إكسبريشن. إلاستيك ريكويل أوف ذا لانج، إلاستيك ريكويل هذا موضوع جدا معقد. إلاستيك ريكويل نقصد به شغلتين، أول شغلة هو elastic fibers اللي تتكون منها اللمس اللي هي الإلاستين والكولاجين، هذني صار مثل مطاط مثل إلاستيك، لأنه يعني كل ما تتوسع اللانج راح يرجع أن يتقلص. أوكي مثل ما إلاستيك كل ما توسعها أنت راح ترجع تتقلص، فهذا هو بالنسبة للإلاستيك فايبرز. الشغلة الثانية بالإلاستيك ريكويل هو السيرفيس تنشن، السيرفيس تنشن هم راح نشرحها بصورة مفصلة بالمحاضرة الجاية. Okay, elastic recoil of the lung it returns to its resting position after inspiration. Elastic recoil هو اللي همين راح يرجع اللانج إلى وضعها الطبيعي بال expiration of وراء inspiration وراء الشهيق. However, expiratory muscles are used during heavy breathing. بينما ال expiratory muscles هنا abdominal recti وال internal intercostals هذني يشتغلون فقط يعني بعد exercise أو bronchial asthma. يعني فقط لما انت تحتاج اكسجين كل جهوي. They include abdominal recti وال internal intercostals. الابدومينال ركتاي اللي اخذناه بالموديول مع الماسكولوسكيلتل انه هذني لما يتقلصن راح يدفعن او يسحبن lower ribs downward at the same time compressed abdominal contents upward towards the diaphragm. Diaphragm to push the air out. Abdominal rectus لما يتقلص راح يصعد ال شو اسمه راح يصعد ال هيخلي abdominal contents تصعد لي فوق إلى الديافرام، وبالتالي راح pushes the air out راح يدفع الهواء إلى خارج الجسم. Okay. Then internal intercostals which pull the ribs downward and inward. Then internal intercostals then يتقلصهم راح يعني push the ribs downward راح ينزل الرب راح يخليها تدخل لي جوا inward، فبالتالي راح تقل المساحة وصلت مساحة thoracic cavity، بالتالي راح تتقلص اللانك حتى تطلع الهواء إلى الخارج. هسه الريسبيراتوري سايكل، الريسبيراتوري سايكل مثل ما الكل يعرف تنقسم الى انسبريشن والاكسبريشن. الاكسبريشن ياخذ وقت اطول من الانسبريشن. اذا كانت الريسبيراتوري سايكل هي عباره عن 3 على 3 فثلث من الريسبيراتوري هي عباره عن انسبريشن وثلثين كامله هي الاكسبريشن. يعني انت لما يعني انت الزفير مالتك من القوسين يكون ابطا من الشهيق ضعفين. بس نجي على البريشرز، البريشرز موضوع يعني بسيط ما نشوفه صعباني لكن عادة الطلاب يخربطون بي. هذني نقسم لك البريشرز إلى خمس بريشرات. هذني خمس بريشرات يعني جدا مهمة، لازم تعرفون كل واحدة منها تفاصيلها حتى بعدين تعرفون شلون جاي يصير، شلون جاي اللانج تتقلص، شلون جاي تتوسع، شلون جاي الهواء يدخل، شلون جاي يطلع، فلازم تعرفون هذني كل زين مهمات كلش. أول شيء اللي هو الاتموسفيرك بريشر. الاتموسفيرك بريشر هو الضغط الخارجي، ضغط خارج الجسم. ضغط خارج الجسم هو عادة 760 مليمتر مركوري. أوكي لكن إحنا نسوي صفر ليش؟ لأنه راح يصير هو المرجع الباقي للبريشرات. إنه إحنا لما نقيس مثلاً الالفيولر بريشر إحنا نقيسه اعتماداً على
atmospheric pressure فهو ال pressure القياسي الهذا راح نعتبره صفر باقي ال pressureات راح نعتمد عليه مثلا إذا كان ال alveolar pressure سالب واحد أنا هنا أقصد به هو 759 إذا كان ال pressure سالب خمسة معناها 755 لهذا السبب فهذا كل شيء خلوه بالكم إنه هو أصلا 760 مليمتر مركري لكن إحنا consider it as صفر as zero millimeters mercury. Okay, is the pressure of the air surrounding the body or at the nose and the mouth? All the pressure in the respiratory system is given relative to atmospheric pressure. Okay. هذا بالنسبة للatmospheric pressure. الشيء الثاني هو alveolar pressure. الalveolar pressure هو pressure داخل الalveoli داخل الalveolar sac. هذا pressure هو أيضا صفر millimeters mercury في الحالة الطبيعية الحالة الاعتيادية. يعني نفس البريشر مع الاتموسفيريك لكن التغير بالالفيولر بريشر هو اللي راح يحرك الغاز من والى الالفيولر ساك شلون يعني لما تقل الالفيولر بريشر الى سالب واحد راح ينتقل الهواء من الضغط العالي من ضغط منطقه ذات الضغط العالي اللي هي الاتموسفيريك بريشر الى منطقه ذات الضغط الواطي اللي هي الالفيولر بريشر اللي هي سالب واحد يعني من الصفر الى سالب واحد راح ينتقل هاي عمليه الانسبيريشن عملية الإكسبيريشن عملية الزفير الضغط مع الألفيولر بريشر راح يصير واحد أوكي فهو صار منطقة الضغط العالي فراح ينتقل من الواحد إلى الصفر يعني الصفر هو أقل من الواحد فهاي عملية الإكسبيريشن أوكي شلون راح يتغير الضغط هذا الشيء راح نتعرف عليه بالهسه أوكي it is the pressure inside the lung alveoli it is 0 millimeters mercury which mean which means it is the same as atmospheric pressure between breaths at the end of the normal expiration. يعني نفس الضغط بالاتموسفير بين النفسين. Okay. يعني بنهاية ال normal expiration صار صفر هو نفس الاتموسفيريك pressure. During ventilation, for the air to enter inside the lungs, it must fall to a value of سالب واحد سنتيمتر H2O اللي هو نفس المليمتر مركري بس هنا قربة القياس. Okay, in a physical. Below atmospheric pressure, atmosphere tries to to 1 centimeters water for the air to move out of the lung expiration. مثل ما شرحت لكم إنه القانون الطبيعي للضغط أو أي شيء حتى يتحرك من منطقة ذات الضغط العالي إلى منطقة ذات الضغط الواطي. فحتى يتحرك إلى الخارج لازم يكون الضغط داخل أعلى يعني زائد واحد حتى يطلع برا. حتى يطب لي جوا لازم يصير الضغط داخل أقل في سالب واحد حتى يطب من أو حتى أي طب من برا إلى جوا. Alveolar pressure changes are caused by changes in dimensions of the lung. يعني إنه أنت لما تتقلص عندك العضلات هذا تقلص العضلات مثل ما شرحنا في السلايدات السابقة راح تغير لك الدايمنشنز راح تغير لك الأبعاد مال الثراسي كافيتي واللانج لما تتغير ذي الأبعاد هذا الشيء راح يغير لك في البريشر طبقا للشيء اللي تريد تسويه اوكي فشكل جاي يغير الضغط يعني الشيء الضغط الثالث اللي المفروض تعرفه الانترابلورال بريشر الانترابلورال بريشر اللي هو الضغط بالانترابلورال فلويد اللي شرحناه بالمحاضرة الأولى انه الفلويد ما بين الفيسيرال اند بارايتال لايرز اوف ذا of the pleural membranes. ماكو فلويد بيناتهم بين البرايتال والفيسيرال وهذا الفلويد بيه ضغط معين. هذا الضغط دائما يكون سالب. اوكي ايش سالب؟ مثلا اشرح لكم بس خلينا نقرا اول شيء. Is the hydrostatic pressure of the intrapleural fluid. It is normally a slight suction which means a slightly negative pressure. هو دائما يكون سالب. Normally it is سالب 5 minus 5 centimeters water or minus 5 millimeters mercury at the beginning of inspiration. دائما هي سالب 5 في beginning of inspiration. لما تحاول انه تدخل الهواء الى داخل اللانج راح تتغير راح تصير سالب اكثر راح تقل اكثر تصير سالب 7.5 during inspiration. خليني اشرح لكم اياها بصورة بسيطة من هنا شوف انت عندك اعتبر لي هاي الالفيولر ساك
اوكي الفيرسك، وهذا الانتربلورال بريشر. معناه نجي تحط هنا الانتربلورال بريشر، تمام. فاذا كان هذا نقول صفر، هاي شوكت صفر راح يصير بنهاية ال respiration طبيعي، بنهاية أو بنهاية respiration طبيعي، هذا صفر. أنا إيش قلت بال intraoperative pressure؟ راح يصير سالب خمسة. إيه، فهذا سالب خمسة وهذا صفر. خلوا شيء بالكم إنه ال alveolar sac واللانك بصورة عامة دائما tends to collapse، هي دائما تحاول إنه تنغلق على نفسها بهذه الطريقة بسبب الإلاستيك ريكويل، أوكي؟ دائما تحاول إنه تتقلص على نفسها بسبب الإلاستيك ريكويل، مثل ما قلنا لكم قبل سلايد السابق، إنه الإلاستيك ريكويل هي عبارة عن إنه اللانك تتكون من إلاستيك فايبرز، ثاني إلاستيك فايبرز اللي هي إلاستين والكولاجين، مثل المطاط مثل الإلاستيك، دائما تحاول تتقلص. بالإضافة إلى سيرفيس تنشن شيء ثاني همين راح نشرحه بعدين. فلهذا السبب انه الضغط لازم يصير برا سالب خمسة او سالب اقل من الضغط داخل الالفيولاي. ليش؟ حتى يصير اكو اكوليبريوم، ما يخليها تتقلص على نفسها بسبب كولابسينج، اوكي؟ يخلي صار سالب خمسة، يخلي اللانج او الالفيولاي انه تروح باتجاه الضغط الواطئ من الضغط العالي اللي هو الصفر للضغط الواطئ اللي هو سالب خمسة، حتى يصير يعكس عملية الإلاستيك ريكويل، يعكس عملية الإلاستيك ريكويل. إذا سمينا هذا الإلاستيك ريكويل، أوكي كلش بطيء هذا، فراح أكتب بس إلاستيك ريكويل. الاختلاف الضغط أنه من صار سالب خمسة جاي يعكس عملية الإلاستيك ريكويل، فسواها بعملية حالة إكوليبريوم، حالة اتزان، تمام. هذا السبب صار الضغط بالانترابلورال سبيس سالب خمسة أقل من الصفر، حتى يسويها بحالة اتزان، حتى ما يخليها تصير بها كولابسينج، حتى ما يخليها تتهدم، حتى ما يخليها تتدمر لما تتقلص على نفسها عن طريق الإلاستيك ريكويل، أوكي. وهذا السبب صار الانترابلورال بريشر سالب خمسة. زين، لما يصير عندك انسبيريشن هذا راح يقل أكثر، هذا راح يتحول من سالب خمسة إلى سالب سبعة ونص حسب المصدر والليكتشر مالتنا، راح يصير إلى سالب سبعة ونص، أوكي. من صار سالب سبعة ونص هذا هنا هم راح يتغير، أوكي، راح يتغير، راح يصير سالب واحد، راح يصير سالب واحد. لما صار سالب واحد نمسح الصفر، لما صار سالب واحد والاتموسفيريك بريشر صفر، ينتقل الهواء من الصفر الى وين؟ الى السالب واحد. هنا راح يصير عندك الانسبيريشن، انما بالاكسبيريشن هذا راح يرجع الى وضع طبيعي اللي هو سالب خمسة، اوكي. نرجع إلى سالب خمسة، فالبلورال بريشر راح يرجع من سالب سبعة بوت خمسة إلى سالب ون إلى سالب خمسة، هذا راح يتحول إلى موجب واحد. ليش راح يتحول إلى موجب واحد؟ حتى يدفع الهواء من المنطقة ذات الضغط العالي اللي هي صارت هذا إلى الأتموسفيريك بريشر اللي هو الصفر، مثل ما قلنا الصفر هو ثابت. زين، إحنا مو قلنا إنه أكو اتزان ما بين الإلاستيك ريكويل ما بين القوة اللي 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 تعكس الإلاستيك ريكويل، أكو حالة اتزان بيناتهم. زين، during inspiration لما يصير عندك، لما شخص يصير عنده شهيق وهذا كان سالب خمسة منقل إلى سالب سبعة ونص، منقل إلى سالب سبعة ونص، هنا أنا بعد ماكو إكوليبريوم، ما بقت أكو اتزان، وإنما فازت القوة اللي تعكس الإلاستيك ريكويل على الإلاستيك ريكويل. لهذا السبب هذا الشيء راح يخليها تتوسع، يعني الفيولاي قلنا بداية انه
هي دائما tends to collapse, tends to انها تنقلق على نفسها بسبب elastic recoil, لكن لما هذا قل صار سالب 7.5, هذا الشيء جبر الالفيولاي انه تتوسع. ليش؟ لان القوه اللي تعاكس عمليه الالاستيك ريكويل فازت على الالاستيك ريكويل فخلتها تتوسع. من توسعت زاد الفوليوم داخلها, من زاد الفوليوم داخلها قل الضغط صار سالب 1. هذا الشيء اللي خلى هو يطب داخل الالفيولاي. ولما رجعت الى وضعها الطبيعي سالب 5, هذا الشيء خلاها الالاستيك ريكويل تفوز تصير زائد 1, طلع الهواء. لما طلع الهواء نجع كل الأمور طبيعته صفر سالب 5. زين, هاي القوة, هاي الفورس اللي تعاكس الإلاستيك ريكول, شو نسميها؟ هاي القوة اللي تعاكس الإلاستيك ريكول نسميها الترانسبولمينري بريشر. الترانسبولمينري بريشر هو عبارة عن الديفرنس ما بين الالفيولر والانترافلورال. يعني لما نقول انه الالفيولر بريشر نسميه ايه, الالفيولر بريشر ناقص الانترافلورال بريشر نسوي اي بي, هو الترانسبولمينري بريشر تي. The transpulmonary pressure هو الالفيولر بريشر ناقص من الانترافلورال بريشر. الديفرنس ما بينها هو صار اسمه transpulmonary pressure, واللي هو عادة يكون موجب. ليش موجب؟ خليني أصحح هذا كله اللي صارت فرصة هنا, بس إن شاء الله فهمتوا. تري اسود نبي اسود. شوف انت عندك قلنا الالفيولر بريشر هو صفر, مو صح؟ كان ايش قلنا؟ الالفيولر بريشر ناقص الانترافلورال بريشر يسوي لك ترانس بالمونري بريشر تي. في الالفيولر بريشر بصوره طبيعيه صفر, ناقص سالب 5. في السالب جد موجب, صار عندك الترانسبولمينري بريشر موجب. هذا الشيء دائما ندوخ الطلاب انه شو صار الترانسبولمينري بريشر موجب, احنا عندنا صفر بسالب 5, هذا السبب صار موجب انه السالب ضربناه بالسالب. الترانسبولمينري بريشر is the pressure difference between alveolar and intrapleural pressure. It is opposed by the elastic recoil, مثل ما قلنا هي القوة اللي تعاكس الالاستيك ريكويل of the lung that tend to collapse the lung. Elastic recoil of the lung is exactly balanced by the transpulmonary pressure tending to expand the lung. مثل ما شرحنا لكم بال sketch. The change in the transpulmonary pressure causes the changes in the lung volume. Okay, التغير بالترانسبولمينري بريشر هو اللي راح يسبب لك changes باللانج فوليوم. Okay, هاي شرح لك الشيء شرحته يعني لكن بصورة مفصلة. Pressure changes during respiratory cycle. Air will move or flow from region of high pressure to one of low pressure. منطقة ذات الضغط العالي للمنطقة ذات الضغط الواطي. Therefore, air enters the lungs during inspiration because pressure within the lungs, اللي هو alveolar pressure, is less than that of the atmospheric pressure. مثل ما قلنا انه من منطقة ذات الضغط العالي اللي هي atmospheric pressure اللي هو صفر الى منطقة ذات الضغط السالب, منطقة ذات الضغط الواطي اللي هي سالب 1. Conversely, during expiration, the alveolar pressure exceeds atmospheric pressure, the air is expelled. Okay. Listen, we have normal inspiration at rest. During normal inspiration at rest, as the thorax enlarges, I mean, it was a thorax failure. Muscles can be largest in the diaphragm, intercostal muscles, external intercostal muscles. Okay, the intrapleural pressure becomes more subatmospheric. راح يكون أقل, راح يكون سالب أكثر, راح يصير سالب 7.5. This decrease in the intrapleural pressure increases the transpulmonary pressure. لما يصير صار سالب 7.5, إيش قد صار ال transpulmonary pressure
هيصير أكثر بعد، راح يصير موجب أكثر، قد يكون موجب 7.5 إذا كان صفر الألفيولار بريشر. أوكي راح يزيد ترانسبلمنتري بريشر. لما يزيد ترانسبلمنتري بريشر the force acting to expand the lungs is now greater than the elastic recoil of the lungs. صارت القوة اللي تعاكس الإلاستيك ريكول أكبر من الإلاستيك ريكول مثل ما شرحت لكم بالسكتش. فلما صارت أكثر راح يجبر الألفيولاي إنه تتوسع. So the lungs expand until the elastic recoil equals the increased transpulmonary pressure. حد ما يصير عندك equilibrium. The expansion of the lungs causes the alveolar pressure to drop less than atmospheric. لما توسع لما صار تغير بالفوليوم يعني كثر الفوليوم قلل البريشر إلى سالب واحد. This pressure difference, the alveolar أقل من atmospheric, يخلي the flow of the air from the atmosphere into the alveoli من الخارج إلى الداخل من المنطقة التدفق العالية اللي هي صفر إلى سالب واحد. Until the alveolar pressure again equals atmospheric pressure at the end of the inspiration. هذا ما يصير صفر بصفر. During expiration, the inspiratory muscles relax. The chest wall starts to recoil to its original dimensions. Okay. راح يرجع الشست وول الى الدايمنشنز الطبيعيه مالته. This makes the intrapleural pressure less negative and so decreases the transpulmonary pressure which becomes smaller than the elastic recoil of the lungs and the lung also passively recoil to their original dimensions. شو يسوي لك راح انه intrapleural pressure صار less negative يعني رجع سالب 5 سالب 7.5 رجع سالب 5 and so decreases the transpulmonary pressure. هذا الشيء راح يقلل الترانسبولمينري بريشر. لما يقلل الترانسبولمينري بريشر راح يزيد يعني راح الالاستيك ريكول يتغلب على الترانسبولمينري بريشر وبالتالي راح ترجع وضعها الطبيعي تتقلص قد ما يتساوي. As the lungs become smaller, alveolar pressure increases more than atmospheric pressure. فلما اللنج صارت اصغر الالفيولار بريشر البريشر مال الالفيولاي راح يصير زائد واحد اكثر من الاتموسفيريك بريشر. لهذا السبب الاير flows يصير من المنطقة الاتفاقية العالية اللي هي صارت من الألفيولاي إلى منطقة الاتفاقية الواطئة اللي هي الأتموسفير. هذا المخطط جاي يحكي لك عن هنا اللانج فوليوم تغير مالتها إنه كان شلون كانت بعدين شلون بالإنسبيريشن بعدين شلون قلت بالطريقة بالإكسبيريشن. والألفيولار ألفيولار بريشر شلون كان صفر بعدين بالإنسبيريشن قل صار سالب واحد هنا سالب واحد بعدين وراها زاد ظل يزيد 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 لحد ما رجع للصفر. ورا ما صار صفر زاد أكثر صار زاد واحد بالإكسبريشن على مود يطلع الهواء إلى الخارج بعدين راح يرجع إلى الصفر مرة أخرى ترجع سايكل من جديد. بينما الانترابلورال بريشر كان سالب 5 هنا كان سالب 5 بالضبط هنا كان سالب 5 من كان سالب 5 من كان سالب 5 قل 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 إلى سالب 7.5 سالب 7.5 كم صار سالب 7.5 الترانسبولمينري بريشر زاد من زاد الترانسبولمينري بريشر الجبر انه هذا يصير سالب واحد فبالتالي الهواء طلع من اللانكس هنا بالاكسبريشن هذا زاد اكثر رجع لسالب 5 صار سالب 5 هذا صار زاد واحد فبالتالي الهواء طلع من اللانكس بالاكسبريشن. طب هنا طلع هاي الصورة توضح لك العملية اللي صارت. هذا الإلاستيك ريكويل أنه مثل ما قلنا لكم أنه الألفيولاي tends to recoil, tends to collapse, tends to يعني تنقلق على نفسها وعكسها هو الترانسبولمينري بريشر أنه يحاول يخليها تتوسع. أوكي هذا ملخص للي صار عندك في changes during inspiration. أول شيء diaphragm and inspiratory intercostals contract. أول شيء راح تتقلص التقلص هنا راح يساعد الثوركس يصير بإكسبانشن أنه راح يتوسع الثوركس من توسع الثوركس الانتربلورال بريشر الانتربلورال بريشر راح يصير أقل راح يصير مور سب أتموسفيريك قال مور سب أتموسفيريك معناها صار أقل أنا صار سالبيته أكثر صار أقل يعني صار سالب 7.5 من سالب 5 إلى سالب 7.5 لما صار سالب 7.5 زاد الترانسبولمينري بريشر من زاد الترانسبولمينري بريشر راح تتقلب على الإلاستيك ريكويل من تقلبت على الإلاستيك ريكويل راح يخلي اللانكس إنه تتوسع من توسعت اللانكس البريشر مال الألفيولار بريشر راح يصير becomes sub atmospheric صار سالب واحد لما صار سالب واحد الإير فلو into the alveoli. Then during expiration diaphragm and inspiratory muscles stop contracting يعني راح يصير relaxation
مسألة relaxation chest wall chest wall move inward إنه يعني يرجع إلى مكانه الطبيعي inward إنه يعني يتقلص. intrapleural pressure راح يرجع إلى pre inspiratory inspiration value أنا يرجع إلى سالب خمسة من كان سالب سبعة ونص هنا يرجع إلى سالب خمسة. زين نرجع إلى سالب خمسة transpulmonary pressure back toward قلناها ما قلناها transpulmonary pressure. The transpulmonary pressure اللي هو القوة اللي تعكس ال elastic recoil راح ترجع إلى pre inspiration inspiration value اللي هي زائد خمسة. بعدين اللانجز ريكويل توردز بري انسبريشن سايز اللانجز راح ترجع الى وضعها الطبيعي قبل الانسبريشن. الالفيولر بريشر صار اكثر من الاتموسفيريك بريشر صار زائد واحد بسبب الفوليوم قل. لما نقل الفوليوم هذا رجع انه اكثر من الاتموسفيريك بريشر هو راح يطلع برا اللانجز. هاي الميكانيكيه انه شلون هو جاي يدخل شلون جاي يطلع. هاي الصوره له تبين لك انه شلون جاي ينتقل شلون جاي يصير الاسبريشن. اوكي شكرا. ما خلصت اللكتشر الثاني ان شاء الله استفاديت واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الى اللقاء الى محاضرة جديدة.